السلام عليكم الحبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير يا صداقتي. يوم مميز كتير. علاش بديت خدامه في العكلينيك؟ يا ربي يا ربي يا ربي يكون طريق ان شاء الله مستقبليا مزيانه يا سيدي ربي. وين سولتوني بزاف السؤالات، علاش درت بوبليسيتي في التيك توك؟ البنات كنديروا كاع العمليات التجميل من النيف، السنان، هوليوود سمايل، كلشي التبييض ديال السنان، ديتارتراج، الا كان عندكم شي مشكل ديال التهرب ديال السنان، كلشي عندنا. لوجات، تاتو ديال الحجبان، زرعه ديال الشعر في الحجبان، الشعر عندنا بلازما كندقو في الشعر باش يكون شعر قوي كتر، الشفط كنحيدو الشحمه من ما بين الجناب ديال الظهر، وكان نزيدوها في المؤخره في الفاس، الكورش، اي حاجه تخطرك على بالكم كاينين. كاين هاد لاغوميز يا البنات، كاينه واحد لاغوميز اللي نديريها على قبلي المستشفى، ياك البنات لاغوميز كتسطي، ما كاينه حتى شي وحده. دونك البنات انا اللي كنتمنى ان شاء الله باذن الله تكونوا معايا وتجيو عندي، علاش غادي نتهلا فيكم ومديره بروغرام ديال كاع الناس اللي غادي نمشيو في شهر 5 معايا من ورا رمضان التركيا، ياك ياخذوا من هاد لا بروموسيون ومن هاد الشيء كامل. كيسولوني عاوتاني سؤالات اخرين ما لقيتها في الورقه. ساره فين جات لاكلينيك؟ واخا لاكلينيك جات في تركيا، ياك الطبيب اللي انا كنخدم معاه هو الاول في اوروبا، خدا جائزه ديال احسن طبيب تجميلي في اوروبا ونمبر 1 في تركيا، هذا هو اللي خلاني انا نشتغل معاه. حاجه اخرى كنستعملوا كنخدموا مع العالم كامل، مع الناس ديال اوروبا، مع الناس ديال الميريكان، المغاربات ديالي، البنيوتات والبنات والدراري ضروري هذوك اول واحدين، والناس ديال تركيا كنديروا كلشي اللي تخطر على بالكم. مرحبا بكم عندي، وكنتمنى تشجعوني اكثر وتجيو عندي ديروا عمليات جميل. غادي نخلي لكم نكتب لكم النيميرو ديال الواتساب ديالي باش تدخلوا عندي ان شاء الله في الواتساب، وهداك الساعه اي سؤال اي حاجه بغيتو تقولوها ليا مرحبا على راس العين. وبغيتكم كاملين تجوا عندي في شهر 5، كونوا واحد الكليكه، واحد الجروب اللي غادي يمشي في شهر 5. او تاني بغيت نهضر في الموضوع، بزاف البنيوتات كيصيفطوا ليا لي ميساج ديال الفيف، قالوا لي ساره انت كنتي دايره الفيف؟ انا كنت البنات دايره الفيف، ياك درتو ما كان عندي حتى شي مشكل انايا. بات ولادي اللي كان عنده ميكرو في لي سبيرما هو اللي كيثبتوا ليه، هو اللي كيخلي لي لي سبيرما يموتوا في البلاصه، الحيوانات مناوي كيموت في البلاصه، اذا ما كيكونش عندك كيكون صعيب الحمل. علاش؟ كيكون عنده هو ميكروب في لي سبيرما ما كيخليش يكون لا فيكونداسيون تكون كوريكتا، يكون اجل. دونك خدا واحد تريتمون مده 6 شهور باش هادوك لي سبيرماتوسويدس يكونوا مزيانين. حتى دار واحد التحليله، اول حاجه دار واحد التحليله باش عرف راسو راه عنده هذاك المشكل، ومن بعد قررنا نديرو الفيف. الفيف درنا في الرباط في عند دكتور الزاهي، احسن دكتور نمبر 1 في المغرب في الانابيب. عرفوا لي سبيسياليست ديالي اللي كان هو دكتور في جديده، كي واعر هذاك الدكتور بروفيسور، وهو زاهي هو بروفيسور، واصدقائه كلموا عليا ومشيت انا، ما عندي حتى شي مشكل وكلشي كان مزيان. بوينو ملي درت ليكوغرافي درت الراديو كونكو، انا ما عندي حتى شي حاجه، عندي اثباتات ماشي بالكلام سينو بالوراق. مشينا عنده، قال لي بنتي علاش بغيتو ديرو هاد الشيء؟ قلت لي راه بغينا وصافي. قال لي مرحبا، هو كي نجح 100% اللي كان نورمال اللي بحالي اللي بحال الميكروب كان جابت ولادي وصافي، ومن بعد راس صح ولينا عطينا، ما نقول لكمش ولينا ولدنا الاول ولدنا الثاني ولدنا الثالث الحمد لله.
من بعد هذاك عطاني 15 يوم باش ندير واحد لو تريتمون كيدقو، و كلاش كيدق كلاش كندقو هذاك البرا اللي كيعطينا في لوتورنونس اللي كنمشيو نشريوه من من لا فارماسي ياكو كنحطوها في الثلاجه. علاش هذاك هذاك البرا كتخلي كتخلي الوالده الكارن ديال الوالده تفريزي بزاف البيضات، باش ملي كنديروا هذاك واحد العمليه كذاب تماك في لا كلينيك عنده كي ياخذ لينا لي زوبول مزيانين خاصو يكون عندهم واحد سنتيمتر. كيفاش حسيت ملي كنت كندق البلاصه اللي كنت كندق فيها؟ كنت كندير اللقطن وكنت كنت ضروري ندقها باش فيت لانكول وندق هذاك البلاصه. هذاك البلاصه صراحه زرقت ليا وقال لي الدكتور ما خصكش تعصبي نهائيا، والحمد لله ملي مشينا عاوتاني فات هذاك 15 يوم مشينا عنده درت واحد العمليه اللي بالنج ديال التحت ديالي ياك البنج ليا التحت ديالي بحال سيزاريان بنج ليا من الظهر خلاني الفوق كونسيانتا والتحت مبنجة. لاج دخل هذوك الشيء الماتيريال ديالو باش ياخذوا لي زوبول، خدا ليا 10 لي زوبول واخا في تم 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 خدا لي سبيرماتوسويد ديال اللي كان راجلي خدا من عنده لي سبيرماتوسويد ومشينا لا كابينه ديالو فين كيدير هو كيوريك كيفاش كيدير. تخيل كيوريك لقح ثلاثة من هذوك الأبول والاخرين خشاهم في فريغو. قال لي واش بغيتي تخلصي عليهم باش يمدى واحد لمده عام كارونتي؟ قلنا له واخا ماشي مشكل، ولا بغيتي دونيهم؟ انا ما نقدرش ندوني لي زوبول ديالي ما عرفتش هي هذيك حرام. صافي هي هذيك خليناهم ملقحين كاملين هذوك العشرة كاملين كلهم تلقحوا وخبيناهم في فريغو واستعملنا ثلاثة من هذوك اذا بقاو سبعة كلهم خشاوهم فيا هذوك ثلاثة كاملين تخشاو فيا سبحان الله ولو ثلاثة هي هذيك. من بعد قال لي غادي تنعس على ظهرك دورانتي 15 يوم دونك انايا ملي دارهم لي رانا حاملة اوكي. كيجيني واحد الشوك علاش الصراحة دارني شوية لي بارتي ديالي حسيت بواحد الوجيعات صغيورين صافي. قال لي غادي تكاي دونك ملي مشيت من التميرة الجديدة مشيت متكية في الطوموبيل ما كنتحرك اوكي. مشينا 15 يوم وانا متكية ما كنتحركش وليت كنحس بالدوخة كنحس بواحد الوجيعات بزاف الوجع كنت صافي لا رجل نو هي ماشي لا رجل هي لي بيبي لي بيبي كيشد كيكون في راسو وكيشدك هذوك الوجيعات علاش غادي كيكبر صافي. درت عطاوني بوزيتيف او لا لا كنت حامله بالتوام حملت بالتوام الحمد لله. قال لي يا مبروك عليك تمتم صراحه ما تعطلت حملت بالتوام الحمد لله. زكريا وكان خوه ولا اختو ما عرفتش الاول ديال الحماله ديالي وهي هذيك البنات. و الدكتور صراحه دكتور لا في اخلاق ولا في هذا بقيت متبعه معاه ولات عادي حسيت عادي كي هي وحده موحمه. انا جاني الوحم واعر وصعيب بزاف بزاف انا جاني صعيبه البنات جاني صعيب من ناحيه ما كانتش الماما ديالي وكنت هي حاجه كنشمها كنرد تصور في هذيك الحماره طيحت 15 كيلو بقيت في 62 كيلو كنت كناكل 6 شهور مده 6 شهور وانا كناكل في صوبا ما كانش عندي الكرش حتى درت 8 شهور تخيلوا انا ما عنديش الكرش نهائيا ما عنديش بيبي كان داخل ما عنديش بيبي كاع ما كانش كيبان عندي البيبي كله كيبان عندي والو بحال ما حامله بوالو كاع الوحم وكنضيق من نفسي وصافي صافي الحمد لله ولت على خير وبخير وخديت واحد تقويصه يا سيدي ربي ماشي تقويصه صراحه ما كنتش كنفهم انا تبارك الله وصل عندي كانوا عندي الحليب بزاف في لوسان ديالي ما كنتش كنعرف البيبي ما كنتش كنعرف كيفاش نشدو ولا كيفاش هادشي جاتني سخانه طلعت لي الربعين تشلاو ليا رجليا
هذيك الايامات ما عمرني غادي نساهم في حياتي صراحه. بات ولادي وقف معايا كان كيهزني يديني الطواليت وتصوروا راه ما كنت كنحرك رجليا. الحمد لله من بعد صحيت ومشى ليا الحليب، ولكن الحمد لله وشكر لله حنايا واقفين دابا ومن بعد ولدنا وحملنا عاوتاني. دونك البنات هذه هي لاسبيريونس ديال فايف اللي انا درت اسبيريونس زوينه اللي انا خدمت مع لي بروفيسيونيل في المغرب. هاد لا كلينيك هنا في التماره اوعر وحده هو لا كلينيك ديالو، وهو كاين في بوشعيب الدكالي في الرابعه، سميتو دكتور الزاهى البنات، وما نقول لكمش واعر بزاف. اوف واعر بزاف، لا تكنولوجي نمبر 1 بروفيسور ماشي دكتور سينو بروفيسور واعر. خدمت مع لي بروفيسيونال وخديت النتيجه بسرعه صراحه، وشكرا لكم ويا ربي تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو كما كل فيديوهات كنعطيكم وكنحاول نعطيكم. وشكرا لكم، وكنظن ضن جو عندي ضروري لما تجيو عندي، اللي ما جاش عندي راه ما عرفش البنة فينايا. مرحبا بكم وشكرا لكم في فيديو ان شاء الله جديد وقريبا ان شاء الله. كتبوا لي في العنوان اشنو بغيت نعود لكم، وينوكا بغيت نعود لكم. مرحبا وعلى الراس والعين، بيزو سلام عليكم دكتورة سارة. مشيت بيت موت عليكم انا.